الحقيقة ان مصر خدت على مستوى العالم المركز الثاني بالنسبة للدول اللي هي هيبقى عليها وجهات كبيرة جدا في مجال الغوص، مجلة من المجلات المشهورة على مستوى الغوص عالميا اسمها دايف ترافل، ودي من الاسماء الكبيرة جدا على مستوى العالم اللي بيها بيقدروا يحددوا مستوى مصر ايه على مستوى العالم، مش مصر بس، العالم كله، ويشوفوا مين المراكز الاولى المراكز الثانية. فدي طبعا حاجة عظيمة جدا، بس هي الفكرة احنا المنطقة اللي تحت دي لو اننا بنتكلم الاول على البيئة وهنربطها بفكرة الغوص، هل احنا محافظين عليها بشكل جيد؟ هل هي مفيش عوادم من المراكب والسفن اللي موجودة في المنطقة دي، او في اهتمام من الناس اللي نازلة وهي بتعمل غوص انها تهتم بالشعاب المرجانية وبالحيوانات النادرة؟ احنا فاهمين يعني ايه؟ الناس اللي بتشتغل في المجال نفسه فاهمة ازاي تتعامل فيما تحت ما يخص تحت الماء؟ ده اللي النهاردة هنعرفه مع فكرة الغوص. المنظمات العالمية الكبرى مهتمية جدا بفكرة انها تدي لايسن او تدي رخصة للناس اللي بتقرر انها تعلم غوص، او كمان اللي بيتعلم الغوص ممكن ياخد الشهادة دي على اساس ان هو ينزل. يعني الموضوع محتاج متطلبات كتير، محتاج تدريب شوية، لكن الموضوع سهل برضه يبقى الحال، لكن لازم نتمرن، ما ينفعش ننزل كده وخلاص بدون اي ارشادات، لان طبعا في خطورة جدا على حياتنا حتى النزول والطلوع. النهارده هنعرف بالتفصيل، ومعانا منورنا الاستاذ اسماعيل محمد اسماعيل، الامين العام لغرف سياحة الغوص والانشطة البحرية. يا اهلا وسهلا. اهلا بريفن. عالم الغوص ده عالم رائع، وفي يعني يعني زي ما بيقولوا كده الناس بتعمل منه مديتيشن، بيعملوا منه نوع من التأمل، والحقيقه انها بقت رياضه انا شايفه انها انتشرت على مستوى العالم بشكل كبير، في مصر واخده حيز كمان كبير جدا. فالاول احكي لنا كده على حكايه عالم الغوص في مصر، وايه اهم المناطق؟ طبعا البحر الاحمر معروف طبعا بحكايه الغوص واللاندسكيب اللي موجوده تحت البحر، فتحكي لنا كده مصر وضعها ايه بالنسبه للعالم؟ احنا بنقول خدنا المركز الثاني. طيب، هو حضرتك مبدئيا علشان نتكلم على سياحه الغوص لازم نحن نهايلايت او نذكر ايه هي الموارد الطبيعية اللي موجودة في نطاق البحر الاحمر. كويس. اللي هي بتمثل عامل جذب بالنسبة للسائحين اللي بتزور هذه المنطقة. طبعا احنا عندنا اولا الجو في مصر جو معتدل طول السنة بيسمح بانشطة الغوص طول السنة. عندنا الكائنات البحرية اللي موجودة وتنوعها واختلاف احجامها والى اخره. عندنا الاسماك، في حوالي 1200 نوع من الاسماك في البحر الاحمر. كويس. عندنا حوالي 200 نوع من الشعاب المرجانيه. عندنا حوالي 1000 نوع من الشعاب المرجانيه، يعني اعتقد 400 نوع، يعني احنا عندنا منهم 200 نوع. في البحر الاحمر بيتميز فعلا بان في انواع منه موجوده فقط في البحر الاحمر، وده اللي برضو بيخلي البحر الاحمر منطقه متميزه جدا. درجه حراره الميه اللي موجوده في البحر الاحمر بتسمح بالغوص طول السنه، بتسمح باستدامه هذه الشعاب المرجانيه. ده بيخلينا متميزين ومتفردين في منافسه المقاصد السياحيه الاخرى اللي يكون فيها سياحه غوص. كويس جدا. طيب، يبقى احنا كده عندنا موارد طبيعيه، الناس شايفه ان في عامل جذب مهم، بتحب ان هي تزور هذا المكان مره واثنين وثلاثه، بتبقى مستمتعه في كل مره ان هي تعود مره اخرى والى اخره. كويس. ده بالنسبه للموارد الطبيعيه. طبعا زي ما حضرتك ذكرتي في مستويات متعدده بالنسبه للسائحين اللي حابين ان هم يمارسوا هذه الانشطه. في بتبقى الغواصين المؤهلين. مؤهلين يعني ايه؟ يعني حاصلين على شهادات من منظمات دوليه معتمده تؤهلهم ان هم يقدروا يعملوا انشطه الغوص، وطبعا كل واحد منهم بيقدر ان هو يغطس على حسب تأهيله وعلى حسب تدريبه طبقا للمستوى وطبقا للعمق اللي المفروض ان هو يدفعه. انا سامعه المنظمات دي اسعارها كبيره جدا، يعني في مقابل الخدمه اللي بيقدموها، هم بيقدموا طبعا خدمه كبيره وبيمرنوا الناس على مستوى عالي جدا، وعشان تديكي الرخصه دي يعني لازم تبقى فعلا مؤهل، بس اسمع انها اسعار رهيبه، وخاصه ان الموضوع نوعا ما في نوع من احتكار الموضوع، يعني هي الشركه مثلا او شركتين على مستوى العالم كله اللي ماسكه الموضوع وبقوه، الاسامي رنانه. طيب اسمحي لي طبعا ما نقول اسامي حاجه. لا مفهوم. هو اسمحي لي اوضح لك ان في منظمات وشركات كثيره جدا على مستوى العالم معتمده بتقدم هذه الشهادات. عندنا غرفه سياحه الغوص بتعتمد اكثر من 38 منشاه، انا اسف، منظمه وشركه تدي اللايسنس، عندها المواد العلميه والمواد التدريبيه والشهادات اللي بتقدر ان هي المدربين المعتمدين يدربوا
على مثل هذه الانواع من الكورسات والانشطه. فهو لا مش واحده او اتنين، يمكن اشهرهم ممكن يكون في يمكن حاجه هي اللي مسيطره على السوق بشكل ما. في شركه كبيره الشير ماركت بتاعها كبير جدا، يكاد يصل الى 70% من السوق العالمي، وده حضرتك كل منظمه 70%. يمكن ده اللي اداني الانطباع انه في بعض الشركات هي اللي مسيطره على السوق بشكل ما. يعني ده انديكيشن ممكن حضرتك يوصل للبعض، ولكن دي مش حقيقه. هي الفكره كلها ان ده تنافس وفري ماركت، كل شركه بتقدر ان هي تحقق نجاح وتقدر ان هي تنتشر وتقدر ان هي تعمل ديزاين للبروجرام بتاعها بطريقه منظمه. انا سامع كمان ان هم بيعملوا نوع من الصيانه الدوريه، مش صيانه اللي هي المتابعه بشكل ما، كواليتي اشورنس، بيقدروا يعملوا متابعه دوريه للمدربين بتوعهم، وبيقدروا هم يعملوا سيمينارز كل سنه، بيعملوا لهم ابديتس، فده بيخلي طبعا قدرتهم التنافسيه في ظل او في مواجهه شركات ومنظمات اخرى يكون لي صدى او لي كريديبيليتي اكبر. كويس قوي. فده بالنسبه للمنظمات. تعالي بقى حضرتك نقول مين المجله اللي عملت الفوتنج ده. المجله دي اصدرت سنه 95، دي مجله انجليزيه. كويس. منتشره في اكثر من 165 دوله. عندها من القراء المنتظمين حوالي 200,000 قارئ. بتعمل كل سنه من المتخصصين او المهتمين والمعنيين بهذه السياحه. كويس. انا في الحقيقه احنا بنقول عليها سياحه وليس رياضه، لان هي ليست مسابقه. احنا دايما بنستخدم لفظ الرياضه لما تبقى في مسابقه، ولكن خلينا نقول ان احنا لو احنا بنجري، هو في الاخر دي رياضه، احنا بنجري، هي في الاخر نوع من انواع الرياضه، وليست بهدف الرياضه والمسابقه، ولكن بهدف السياحه والترفيه والاستمتاع. كويس. ما كويس انك بتصلحها، لان احنا برضو واحنا جاي نقول رياضه الغوص، لكن هي ممكن فعلا تبقى مفهوم. هي سياحه اكتر منها حاجه، يعني ممكن يبقى بني ادم جسمه مش رياضي خالص، لكن بالزبط. يقدر يعمل. عارف السائحين بيشرفونا علشان يستمتعوا ومن باب الترفيه ومن باب الاستمتاع، مش من باب الاشتراك في مسابقات. طيب كنت بتحكي لي على المجله دي، وايه المسابقه بقى بتتعمل ازاي؟ بس المجله دي حضرتك بتعمل فوتنج للمعنيين والمهتمين والى اخره، زي ما شرحت لحضرتك. بيبقى كل سنه بيبتدي اول 7 اول يوليو كل سنه، وبياخد 4 شهور ينتهي في اكتوبر. بيبقى فيه نومينيشن ل 25 ديستنيشن بالظبط، ل 25 وجهه سياحيه. كويس. وبرده اللي بيرشح الكلام ده هم برده الزائرين او السائحين او الى اخره. وبعدين بيحصل فوتنج في ال4 شهور دول. مصر السنه دي خدت رقم 2، السنه اللي فاتت كانت رقم 3 بالمناسبه، هي السنه دي رقم 2. قبل كده كانت واخده مراكز الى حد ما متاخره شويه، طبعا بسبب الازمات اللي كانت تعرض لها. طب قولي كده، محدد المسابقه ايه؟ محدد المسابقه بكميه الحاجات اللي موجوده تحت البحر، ولا محدد المسابقه بالغواصين اللي موجودين وبخبرتهم؟ ايه اللي يعني وحده القياس ايه؟ تمام، هقول لحضرتك. هو بس مبدئيا احنا الاول لازم نقول ان الفوتنج ده او التصويت بيتم على كذا كاتيجوري، مش كاتيجوري واحد. كويس. الاول الوجهه السياحيه نفسها او المقصد السياحي. 2 المركز الغوص، احسن مركز غوص، احسن ليفر بورد او سفاري بوت اللي هي اليخوت اللي بتمارس هذه الانشطه او تبقى بتقدم هذه الانشطه. فاحنا عندنا 3 كاتيجوريز مختلفين. الديستنيشن رقم 2 كانت مصر. ثالث احسن مركز غوص هو برده مركز في شرم الشيخ، فبرده مصر واخده رانكينج كويس فيه. عندنا ليفر بورد من احسن توب 10، فبرده ده رانكينج كويس لينا والى اخره. طيب حضرتك سالتيني محددات إيه بقى المحددات؟ المحددات كتير جدا. زي ما قلنا الموارد الطبيعيه اكثر من يعني اكثر حاجه ممكن نقول ان هي ممكن تكون ليها فوليوم او ليها قيمه بالنسبه لهم. طبعا في بالمقارنه بوجهات سياحيه كويس. اخرى بلس الخدمه اللي بتقدم. بما ان احنا سياحه فاحنا اكيد بنقدم خدمه، وكل ما اجدنا تقديم هذه الخدمه بمهنيه واحترافيه كل ما ده كان شهادة ثقة للسائح ده ان هو يرجع لنا تاني، وان هو يرشح او كويس. يتكلم علينا كويس بحيث ان احنا يكون يرجع لنا تاني او الى اخره. فاحنا بنقدم الخدمة ازاي او بنعمل ايه؟ فاحنا يهمنا واحنا بنقدم الخدمة كقطاع سياحي نراعي معايير الامان والسلامة. علشان كده الغرفة وزارة السياحة بتطبق معايير اسمها معايير الدولية للامان والسلامة اللي هي الايزو. حضرتك احنا بدأنا نطبق المعايير دي في 2008 و2009 و2010. مصر برضو اخدت احسن ديستنيشن في العالم 3 سنين ورا بعض. كويس قوي. بعد ما طبقنا هذه المعايير احسن بقى، مش تاني احسن، كانت احسن. ان شاء الله السنه الجايه نبقى احسن باذن الله. بس ده كان في فوتنج اخر غير الفوتنج بتاع الدايف ترابل بتاع الامانه والسلام. تمام.
بالاضافه ان لازم بنشتغل على مشروعات تتعلق بالمبادرات او الحفاظ على البيئه، لان احنا زي ما اتفقنا ان احنا الموارد الطبيعيه بتاعتنا دي لو احنا خسرناها او احنا ما حافظناش عليها ده هيؤدي في الاخر لعزوف السائحين عن زياره هذا المقصد، لان احنا يبقى شكلنا الى حد ما بنحافظش على الموارد الطبيعيه بتاعتنا. زي ما حضرتك كده بالظبط تتخيلي ان في فوج سياحي رايح الهرم وحضرتك تلاقي حد فيه بيكسر في الهرم او بيطلع الهرم او الى اخره، فطبعا ده مش مقبول، فلازم ناخد من اجراءات اللي تحافظ على هذه الموارد ورؤوس الاموال، لان كل الاستثمارات السياحيه اللي بتتبني على هذا النوع من السياحه كلها مبنيه على الموارد الطبيعيه دي. كويس قوي. وبالتالي بيبقى في المعايير الدوليه اللي احنا بنطبقها اللي هي فيها يعني بتوصل ان احنا نطبق الحد الادنى من معايير الامان والسلام. احنا مش حتى بنقول ان احنا بنطبق احسن المعايير، ولكن بنقول ان ده الحد الادنى، يعني بمعنى ان المنشات اللي موجوده تقدر تجود عن هذه المعايير، تقدر ان هي تقدم خدمه بطريقه احسن او بمناسبه دي بطريقة أحسن. الواحد ابتدى يشوف حاجات بما يخص حكايه معدلات الامان والسلامه، ابتدينا نشوف الساعات اللي بيلبسوها اللي بتقيس الضغط وبتحدد مكانك يا جي بي اس وتبتدي تشوف حالك، وفي بعض الاحيان بتدي الارم للناس بره او تدي انذار للناس بره. على ما اعتقد دي يمكن تكون مكلفه شويه، مكلفه بس ابتدينا نشوفها في البلاد الاوروبيه بشكل كبير. مظبوط. وعم اعتقد دي من الحاجات اللي ممكن تكون بتدي مؤشر لان البلد دي بتاخد بالها من الناس حتى لو الموضوع مكلف. طبعا هو اللي حضرتك بتقوليه ده احد المقومات بتاعت معايير الامان والسلامه، ولكن في معايير اخرى ممكن تكون فنيا متخصصه اكتر في كيفيه تقديم الخدمه. بمعنى انا لازم اكون شخص مؤهل، مورد بشري مدرب، قادر ان انا اقدم هذه الخدمه، حاصل على شهاده معتمده من منظمه معتمده، خضعت لاجراءات تقييم في الجهه المختصه اللي هي غرفه سياحه الغوص والانشطه البحريه، عندي الحد الادنى من المهنيه والاحترافيه ان انا اقدم الخدمه دي، اكون رول موديل كويس جدا لهذه الديستنيشن، علشان في الاخر انا بقدم خدمه تتعلق بحياه الناس، مش مجرد ان انا باخد الناس اوريهم الهرم وفي الاخر برجعهم الفندق، لا انا ببقى بيهم تحت الميه، فاي تفصيله صغيره ما تمش مراعتها ممكن تأثر على حياة وأرواح الناس. فدي حتة مهمة جدا لازم بنشتغل عليها. بنشتغل على تدريب الموارد البشرية، بنعمل دايما دورات تدريبية لارتقاء ورفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في القطاع. طبعا الوزارة بتدعم هذا التوجه وبتمول ماليا البرامج التدريبية دي. وطبعا البرامج التدريبية دي بتستهدف الكثير من الفئات طبقا لفئات العاملين في كل قطاع أو كل نشاط، علشان نضمن ان احنا بقدر الامكان ان احنا دايما نحافظ على مستوى الموارد البشريه بالحد الادنى المطلوب للمهنيه والاحترافيه. من ضمن الحاجات اللي بنتكلم عليها حكايه الحفاظ على البيئه وازاي نحافظ الجست او السايح اللي نازل تحت المايه ده بيتقال له ايه بحيث انه ما يقربش قوي، في شعاب مرجانيه، في حاجات ممكن تبقى اسماك سامه، في حاجات ما يعرفش عنها حاجه، فبالتالي في بعض الارشادات اللي اكيد لازم يعرفها في الاول قبل ما يبتدي ينزل، لان في حاجات مؤذيه ليه وفي حاجات بتاذي الطبيعه نفسها. مظبوط جدا، ده سؤال جميل. عشان كده مصر، الغرفه، وزاره السياحه بالتعاون برضو مع وزاره البيئه، مع دكتورة يعني ياسمين فؤاد، دكتورة ياسمين ومشروع الاستدامة، كانوا مولوا مع الغرفة برنامج. احنا مصر اعلنت ان هي تبنت تطبيق برنامج اسمه جرين فانز. جرين فانز ده برنامج تابع للامم المتحدة، يو ان اي بي، الزعنف في الخضراء لو احنا هنترجمه، زعنف انا سمعها فانز، جرين فانز لو احنا هنترجمه عربي، بس هو جرين فانز ده مبادرة تبع الامم المتحدة بتطبق في 10 دول على مستوى العالم. مصر هي الدوله رقم 11 اللي تتبنى هذه المبادره وتطبقها. زي ما حضرتك شرحتي بيبقى في 15 كود اوف كوندكت، 15 مؤشر على المنشات اللي بتشتغل في مجال الغوص والسنوركلينج ان هم يلتزموا بيها. جزء منها بيتعلق بان المرشد او المدرب اللي بياخد الجست علشان يعمل له التور ان هو بيعمل له بريفنج ويشرح له ايه اهم النقاط اللي لازم ياخد باله منها حفاظا على البيئه. وطبعا في محاور كتير وفي مؤشرات كتير لازم يلتزم بيها، بس يمكن دي من اهم الحاجات اللي تتعلق بالتعامل المباشر مع البيئه ومع الموارد الطبيعيه. في طبعا جزء يتعلق بالقوانين والتوعيه بالقوانين، في جزء يتعلق بالمخلفات اللي بتصدر من المراكب زي ما حضرتك تفضلتي في الاول وقلتي
التلوث ولا اخره. طبعا الحاجات دي كلها احنا على مستوى وطني كوزاره وغرفه احنا بنحاول نطبقها، ولكن لازم يكون في تعاون من بقيه الجهات المعنيه، لان في حاجات ما بتكونش في ايد المنشاه. دي ايه دي؟ دي فندم الايزو بيعلن ان مصر بتطبق المعايير الدوليه لمقدمي خدمات الغوص الترفيهي، ويمكن مصر هي الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي بتطبق المعايير الدوليه بنسبه 100% على المنشات من مقدمي الخدمه. ولو ذكرنا الموضوع ده وقلنا ايه اهم اسباب نجاح ان مصر تاخد ديستنيشن رقم 2 او ان هي تبقى متميزه في هذا، فلازم نشكر المنشات من مقدمي الخدمه، مراكز الغوص، يخوت السفاري، مراكز الانشطه البحريه، وفي الحقيقه برضو المرشدين والمدربين اللي كانوا رول موديل والتزموا بتطبيق هذه المعايير. لان صناعه القرار دي مرحله، ولكن مرحله تطبيق القرار والالتزام بيه دي حاجه مهمه جدا. طبعا دي ايه الصوره دي؟ دي فندم الايزو برضو عملوا حاجه اسمها كيس ستادي عن التجربه المصريه المتفرده في تطبيق المعايير على مستوى الوطني في كل المنشات ونشرتها على مستوى العالم. فدي شهاده ثقه في الحقيقه لكل الناس المهتميه والمعنيه بسياحه الغوص ان هي تقدر ان هي تشوف تعرف مصر تعرف ايه هي المعايير الدوليه بالظبط. مش وبس، مش بس كده، تقدر تشوف تجربه مصر في هذا المجال، وان احنا نبقى ازاي كنا رول موديل بالنسبه لدول كتير ورائدين. صحيح. في الحقيقه في دول كتير بعتت لنا وطلبت ان احنا نشاركها خبرتنا في تطبيق المعايير، وبالفعل دربنا البعض، وفي دول يمكن بعتنا برضو علشان في المرحله اللي جايه نتعاون معاها. دي الاخيره دي فندم ده برنامج الجرين فينز اللي هي المبادره البيئيه للحفاظ على البيئه، محاولة ان احنا نقلل من السلبيات اللي بتحصل على البيئة والممارسات الخاطئة ولا اخره. طبعا زي ما قلت لحضرتك دي مبادرة من الامم المتحدة، والامم المتحدة نفسها نشر على الموقع الالكتروني بتاعها ازاي ان مصر بدأت تطبق هذه المعايير. كويس. وبالمناسبة دي برضو اللي نشرها المجلة اللي عملت الفوتينج لان احنا تاني احسن ديستنيشن. كويس قوي. فبرضو دي حاجة ممكن تكون شاركت وتكون سبب رئيسي في ان احنا ازاي تجيب سياحة تعمل دعاية محترمة جدا للمكان، وازاي احنا ناخد رانكينج متميز ومتقدم زي ده. فدي برضو حتة مهمة جدا. كويس. طبعا هذه المبادرة بتساعد او دي طبعا علامات بتوع الدايفنج فاهمينها. الاولانية دي ايه؟ دي حضرتك ثلاث اهداف من اهداف البرنامج الامم المتحدة للاستدامة. ده بيوضح ازاي مبادرة جرين فينز بيساعد على تحقيق هذه الاهداف اللي هي اهداف الامم المتحدة للاستدامة اللي القطاع السياحي معني بيهم ومبادرة جرين فينز معنية بيهم. كويس. اللي هم ايه بقى؟ يعني مثلا التلاتة اللي احنا شايفينهم على الهواء، الاستخدام المستدام للموارد، التغير المناخي، الحياة تحت الماء. اللي هي دي كلها بيبقى في ارشادات معينه ازاي تتعامل مع النقطه دي تحديدا بالظبط علشان في الاخر نحقق الاهداف دي. احنا بنعمل كل ده ليه؟ عشان نحافظ على البيئه، عشان نحقق هذه الاهداف. ممتاز. اللي هي التنميه المستدامه. دي ايه الصوره دي؟ برضو دي احد المحاور اللي ممكن تكون احد اسباب تميزنا في ان احنا دايما الوزاره والغرفه وهيئه تنشيط السياحه بنشارك مع بعض في معارض دوليه متخصصه. بنسافر في اوروبا نشارك في المعارض الدوليه ونسوق للمقصد السياحي المصري. كويس جدا. لان حضرتك عارفه برضو ان في مقاصد سياحيه اخرى منافسه. اللي حضرتك شايفينه دلوقتي ده لسه من شهر في المعرض بتاع بورصه لندن الدوليه. كويس. وزيره السياحه الدكتوره رانيا كانت موجوده. المعرض كان عليه اقبال شديد، الغرفه شاركت فيه. دي حضرتك برضو حاجه بتوضح البرنامج التدريبي اللي احنا بننفذه للارتقاء بمستوى الموارد البشريه. وتحديدا الصوره دي للساده المديرين الفنيين، لان احنا مؤمنين ان المدير الفني هو مسؤول عن تيم كبير معاه، هو لازم يكون رول موديل ليهم. فاحنا حضرتك بندربه في كورس لمده 5 ايام. كويس قوي. اللي فيه 9 موديلز بيتدرب فيهم او بيطلع بعديهم ان هو قادر ان هو يدير بالحد الادنى لمعايير الامان والسلام. اولا انا سعيده جدا بحماسك، سعيده بالخبر الحلو بتاع ان احنا خدنا المركز الثاني. ان شاء الله السنه الجايه يبقى مركز اول. نفسي قوي يبقى المسؤولين بنهتم والدوله بتهتم، المنظمات الغير حكوميه، الافراد، كل يكون بيهتم بفكره ما تحت البحار والحفاظ عليه، وازاي الواحد يعمل يتعلم الغوص لانها ممتعه، ممتعه على فكره للجميع. يعني انا شفت غوص للهانديكاب، الناس المعاقه اللي عندها مشاكل، في اماكن في مصر بتعمل تدريب ليهم.
مراكز اعضاء في الغرفه حضرتك عندهم هذه التجهيزات وبيقدموا هذه الخدمه لهذه الفئه. انا قصدي ان كله طبعاً متاح جدا، حتى الناس اللي مثلا عندها زياده في الوزن، الناس اللي ممكن تعبانه بس الموضوع ممكن يبقى سنوركلينج او على الميه، على اساس لو الواحد عنده مشاكل في قلبه، يعني كله متاح وهي ممتعه فوق الخيال يعني. فبندعو الجميع انه يشارك في حاجه زي كده، زي ما قلت نعرف عنه الاول ونتعلمه كويس قبل ما ننزل الميه. كان معانا استاذ اسماعيل محمد اسماعيل، امين العام لغرفه سياحه الغوص والانشطه البحريه، نورتنا النهارده. ان شاء الله نكون مع بعض وقت تاني ونعرف تفاصيل كمان اكتر عن الغوص. شكرا جزيلا، نورتنا. يا رب تكونوا استمتعتم معانا بحلقتنا النهارده، نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه وبلاد طيبه.